رح ارجع على سيره الاعلام اللوركا، كيف بتشوفي تصريح الاعلاميه اللبنانيه نبيل عواد عن رفض المقاطعه والترويج لستاربكس وماكدو؟ دخيل الله، هاي هيدا هو هيدا اسمه الفساد الاعلامي. هي نبيل عواد هي صوره الفساد الاعلامي، بالرغم انا ما بعرفها شخصي، ما عم بحكي شخصي. مرة عم بتقول إعلامية، هذه إذا سميناها إعلامية لأنه اللي بيقرأ نشرة أخبار محضرين له إياها ما له رأي حتى فيها، ما بعرف إذا اسمه إعلامي. الإعلامي بده يصنع الخبر كمان، بده يكون عنده رأي، أخذ وعطى وسؤال وجواب. مع احترامي بدناش نقعد نصنف الناس حتى ما يقولوا لوركا بعدين. مرة عم بتقول إنه أنا بدي أشرب ستاربكس وبدي آكل ماكدونالد وهيدا اللايف ستايل تبعي وأنا ما بغيره كرمال القضية الفلسطينية. عم تقولي انه اللي عم تتبلعزي فيه واللي عم تاكلي عم تشيلي منه مصاري لتشاركي بقتل اطفال فلسطين واطفال غزه. ومثل ما قالت زميلتنا غادي فرانسيس تحياتنا لها، قالت لها تاكلي سم، انا بقول لها تاكلي سم. اذا انا اللي بدي احطه مصاري بده يساهم ب قتل اولاد وشراء صواريخ وبجيبوا اولاد الاسرائيليه بيمضوا على الصواريخ اهداء الى اطفال فلسطين واطفال غزه، هيدي شو شغلتها بالحياه؟ هيدي مره لبنانيه كيف هيدا؟ وبعدين ستايل حياتها، قال شو ستايل حياتها؟ ماكدونالدز ستايل حياتها؟ اصلا ماكدونالدز بالحياه العاديه مش لازم يتاكل، ما لازم يتاكل، روح اعمل لي اللبانيز همبرجر يعني، انه وظبطيها اعمليها بالبيت وكليها. مثل ما قال اكيد رايك يحترم لوركا، تربوش جدك وتربوش ستك كانوا ياكلوا ماكدونالدز، روحي كلي كمونه بندوره وعليها بصله خضره.